مرحبا بكم في قناتنا. هنا سوف تحصل على الأسباب الحقيقية وراء الأخبار التي تسمعها من وسائل الإعلام. قم بالإعجاب واشترك في قناتنا إذا أعجبك الفيديو. إن القوات الجوية الأمريكية سوف تكشف النقاب عن أحدث طائراتها الشبحية والتي تسمى رايلر بي 21، وهذه الطائرة من فئة قاذفات به واحد وبي 2، ولكن دورها أكبر من ذلك بكثير، وذلك لأنها مخصصة لإجراء المراقبة. والاستطلاع والاطلاق بعيد المدى كما انها سوف تصبح قادره على اختراق اقوى نظام دفاع جوي تملكه اي دوله في هذا العالم الان حتى توجه ضربات جويه دقيقه وقد تم تصميمها لحمل كلا من الاسلحه النوويه والتقليديه ان السرعه القصوى لهذه الطائره تبلغ حوالي 900 كيلومتر في الساعه على الرغم من أن ليس هناك تأكيد إذا كانت الطائرة تحتوي على محركين أو أربعة محركات ولكن الشركات المصنعة للمحركات F-135 استخدمت نفس المحركات التي استخدمها شركة برات وويتني وهي المحركات المستخدمة أيضاً في الطائرات المقاتلة من طراز F-35 لقد تم تصنيع هذه الطائرة في منشأة في بالم ديل بكاليفورنيا، ومن المفترض أن يتم تشغيلها بحلول أوائل عام 2023. والتكلفة التقديرية لهذه الطائرة يتم تقديرها بحوالي 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد كل عام، حيث أن طائرة من الجيل السادس تتمتع بتقنية خفية وقدرات شبكات متقدمة وبنية النظام المفتوح. إن بنية النظام المفتوح لهذه الطائرة تسمح بجعلها متوافقة مع العديد من المكونات والتقنيات الأخرى التي يتم تصنيعها بواسطة البائعين من الخارج باستخدام كلام مبسط يمكن في المستقبل دمج هذه الطائرة مع العديد من التقنيات المستقبلية الأخرى لقد تم تصنيعها بواسطة شركة تدعى نورثروب جرامان وقد أعطوا اسما محددا لهذه الطائرة العسكرية ويطلقون عليها اسم القاذفة الرقمية مما يعني أنها قادرة على استخدام تقنيات متنوعة والحوسبة السحابية من أجل اتصال أسرع وأكثر مرونة، يقال أيضاً أن القاذفة ب21 مصممة لاختراق نظام الدفاع الجوي الصيني المنيع، إن الدرع الجوي الصيني المكون من ثلاث طبقات من شبكات الدفاع الجوي والأرضي، يتم اعتباره أفضل درع دفاع جوي في العالم. يقال ان قاذفه ب 21 قادره على اختراق طبقات الدرع الدفاعيه الثلاث في الصين بل ويمكن ان تدمر البنيه التحتيه الحيويه للصين ومراكز القياده والتحكم يقال ايضا ان القاذفه ب 21 مجهزه بالكامل لحمل الصواريخ مثل صاروخ جام اي ار كروز والقنبله المدمره جي بي يو 57 والقنبله الموجهه بالاقمار الصناعيه جي دي اي ام وذلك يعني أن سلاح الجو الأمريكي يمكنه استخدام هذه القاذفة لحمل هذه الصواريخ والقنابل وإسقاطها على أهداف صينية والعودة ورغم ذلك فإن الصين تمتلك رادار مضاد للشبح YLC-AT حيث يمكن لهذا الرادار تتبع قاذفة بسهولة عادة إذا كان دور الطائرة القاذفة يتمثل في مهاجمة الأهداف البرية والبحرية وذلك بإلقاء قنابل جو أرض والصواريخ والآن فإنني لست متأكد بشكل شخصي مما إذا كانت القاذفة ب21 قادرة على حمل صاروخ جو جو، وذلك لأن وضع صاروخ جو جو على قاذفة سيتطلب استثمار كبير، كما أنه سوف يصبح أقل فاعلية لأن القاذفات ليست طائرات مقاتلة، حتى أنها لا تطير بسرعة الصوت بسبب حمولة القاذفات الثقيلة التي تحمل الكثير من القنابل والصواريخ، لذلك إذا تم الكشف عن القاذفه واحد ب21 بواسطة رادار الصيني المضاد للشبح YLC 80، فإن الطائرة المقاتلة الشبح الصينية الأحدث J20 في إمكانها إسقاط القاذفة الأمريكية بسهولة. ولنفترض أن القاذفة مجهزة بصواريخ جو جو أو بنادق، حتى في هذه الحالة لا يستطيع القاذف المناورة مثل الطائرة المقاتلة. ونخص بالذكر أيضاً أن الصين تمتلك قاذفة شبحية لا تزال في مرحلة التطوير وتسمى شيان H20. يقال أنها تمثل رد الصين على الطائرة الأمريكية وسوف تقوم الولايات المتحدة بإطلاق قاذفة في الثاني من ديسمبر 2022 وبالنسبة للصين فهي سوف تطلق قاذفة H-20 قريباً وإني أعتقد أن القاذفة الصينية جاهزة إنها مجرد مسألة اختيار الوقت المناسب لإطلاقها لأنه بمجرد أن أطلقت الحكومة الأمريكية قاذفة به 21 بشكل رسمي فان الصينيين والمصممين سوف يستمرون بالقاء نظره على ذلك حيث يرغبون في دراسته ثم اجراء مقارنه سريه بين القاذفه الامريكيه والمفجر الصيني وفقا لذلك فاذا كانوا يريدون ترقيه او تغيير اي شيء فانهم سوف يقومون بذلك بلا شك واعتقد ايضا ان حكومه الولايات المتحده لن تكشف عن الطاقم الجوي باكمله الان كما أنك إذا نظرت إلى صور قاذفة به 21 وصورها على الإنترنت فإن جميعها رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لذلك دعونا نرى غدا في الثاني من ديسمبر هل سنرى قاذفة به 21 الحقيقية؟ ويمكن لاحقا أن نتمكن أيضا من رؤية القاذفة الصينية H20 أتمنى أن تجد هذا الفيديو مفيدا شكرا على المشاهدة ولا تنسى الإعجاب